بسم الله الرحمن الرحيم. يعني استعدادات تنقوم بها اليوم فهي استعدادات عاديه يعني كجميع المقابلات. يعني غادي نواجه واحد الفريق اللي هو قوي وهو فريق الوداد البيضاوي. نتمنى من الله اننا نكونوا يعني في يعني يعني في اوج العطاء ديالنا، نقدموا واحد المستوى ان شاء الله اللي يرضينا ويرضي الجماهير ديالنا. الحمد لله يعني بعد رجوع المدرب يعني من المرض الحمد لله اليوم يعني كاينه معنويات مرتفعه. نتمنى من الله ان شاء الله نمشيو لكازا بلانكا ان شاء الله ونجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله اللي ترضينا وترضي الجماهير ديالنا، باش ان شاء الله نخرجوا من هذه المرتبه اللي فيها اللي ما نستحقوهاش.